السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات اللايفات اللي ننزلها على منتدى القناة للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا النهاردة، وحسب طلب المشتركين الأعزاء هنعمل كارما الزوج الظالم والطرف الثالث إن شاء الله. هنشوف أولا بكل الاختيار حسب أول حرف من اسمكم. اختيار أول تاء باء زين نون دال طاء خاء كاف جيم ياء قاف هاء صاد وثاء، أو المسبحة البيضاء دي. اختيار ثاني سين واو دال ضاد راء شين غين فاء لام حاء ألف عين ميم ضاد، أو اختيار الحجر العسلي دي اللي ده اللي على هيئة هلال. نبدأ أولا بأصحاب القراءة الأولى. هنبدأ أولا، يعني هنشوف طاقتكم أنتم وطاقة الزوج وطاقة الطرف الثالث، بعدين نشوف بالكتاب إيه الكارما اللي حتنزل عليهم إن شاء الله بقدرة ربنا في الاستخارة دي. هنخلط كروت مادموزيل لنورمان. ونشوف اولا يعني الطاقه العامه بتاعتكم. شوفوا هنا، هنا الكارت ده بيقول ايه؟ بيقول انه في ناس هنا اللي هم انتم عانيتم كتير وضحيتوا كتير، يعني زي ما نشوف السياط ده اللي بيقلم لما نضرب بيه. اتحملتم كتير وضحيتوا كتير في يعني عشان علاقة كنتم فيها أو أنتم فيها دلوقتي، واتظلمتم كتير من طرف الزوج. فيعني قضيتوا وقت كبير وأنتم بتدعوا ربنا وسايبين في قلبكم كل الألم ده والضرر ده اللي يعني تسبب فيه الزوج والطرف الثالث. وغالبا يعني بتستنوا أمنية تتحقق، زي ما نشوف كارت برج الدلو ده برج النجمة، وكمان يعني الكارت ده اللي بيؤكد انه فيه يعني بلوكات ما بينكم ما بين الزوج، يعني فيه نهاية علاقة ما بينكم بين الزوج حتى ولو كنتم متجوزين، بس هو فيه علاقة باردة او فيه تباعد ما بينكم. دي طاقة عامة. هنشوف بالتفصيل يعني طاقتكم انتم، طاقة الزوج وطاقة الطرف الثالث. يلا هندور صورتك وصورة الزوج وصورة الطرف الثالث. أي صورة الزوج؟ أهي الصورة واضحة قدامكم. أهي صورتك أنتي، وزي ما قلت لكم أنتم في علاقة باردة مع الزوج ده. وندور على صورة الطرف الثالث، الورقة اللي قبليه والورقة اللي بعديه. أهو الطرف الثالث. يلا الصور كلها واضحة قدامكم. أهي الزوج هنا بنشوف يعني كارت الجبل يعني وراه، ويعني الزوج يعني خاتم الزواج قدامه، يعني بالنسبة له في طاقته هو دلوقتي حاسس انه بجوازه بالجوازة دي اللي اتجوزها سواء معاكي او مع الطرف الثالث ده، هو شايف يعني انه حط مشاكل في حياته، حط عراقيل في حياته ادت بيه على انه مش قادر يعرف دلوقتي، عفوا مش قادر يعرف دلوقتي بالعراقيل دي ازاي يتخطاها. زي ما نشوف الغزال ده يعني قدامه الجبل ده الكبير، مش عارف ازاي يتخطى العائق ده. هو حاسس بنفسه في حيرة وفي يعني ارق من يعني التصرفات بتاعكم انتم وتصرفات الطرف الثالث، مش عارف ازاي يوازن ما بينكم انتم الاثنين. طاقتكم انتم هنا غالبا زي ما قلت لكم في تباعد ما بينكم، يا اما في المسافة يا اما في التواصل. هنا انت هنا البوصله وراءك ويعني الجليد هنا قدامك، انت دلوقتي عايشه في انعزال في تجاهل كبير جدا من طرف الزوج هنا، وغالبا يعني انت دلوقتي طاقتك طاقه ناريه او مائيه، غالبا هنا من ناحيتك انت طاقه ناريه وطاقه مائيه.
في بعد هنا، في تباعد، في عدم إحساس بالثقة، بالحماية، بالراحة، عايشة في دوامة في يعني في العلاقة دي كلها. الطرف الثالث هنا يعني قدامه الليل والبومة، كمان فيه بيت، يعني الطرف الثالث هنا استعمل خداع وحنكة في التدبير وفي التعامل عشان يوصل للمبتغى بتاعه اللي هو تأسيس بيت مع الزوج وإبعادك عنهم بالحنكة دي والحاجة دي اللي استعملتها. يعني ولما نعرف احنا بنشوف في الليل والقمر يعني والبومة ان في هنا طاقة سلبية قادرة تكون عين، قادرة تكون تابعة او سحر. دي طاقتكم يعني العامة انتوا الثلاثة. نمر دلوقتي نشوف الكارما بتاعت الزوج والطرف الثالث ازاي هتكون عن طريق كتاب تفسير الأحلام. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، له الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله. شوفوا سبحان الله، يعني أول كلمة أهي نقض العهد والخيانة. أول جملة في الصفحة الأولى نقض العهد والخيانة، إنك أنت ظلمتي في العلاقة بتاعتك مع زوجك. كان ربما كنتم يعني في الأول اتجوزتم زواج فوق عن حب، أو بعد الزواج نشأ حب ما بينكم وإدالك عهود عهد يعني، أو يعني سبك تحلمي بحاجات هو وعدك بيها بس ما يعني لم ينجز العهد ده، لم يقف على عهده وينجزه، بالعكس قام بخيانتك لوجود كلمة هنا نقص ونقص نقض العهد والخيانة. أهي الغربة، غالبا انتم يعني يا اما متباعدين في المكان الإقامة او متباعدين في علاقة باردة. وهنا في بشارة خير لكم أنتم بالذات، هنا بيقول الراحة بعد التعب والأنس بعد الوحشة. يعني هنا يعني الكارما دي هتنزل إن شاء الله، وربنا هيبدل صبركم والمعاناة بتاعتكم بالراحة بعد التعب والأنس بعد الوحشة. أعتذر عن الصوت. خروج وفراق لها، خرج من بعض سلطانه. يعني الإنسان ده يعني بعد ما كنتم في علاقة كويسة وعشتم بعض السنين أو بعض الشهور علاقة كويسة، ظهر لك أن الإنسان ده يعني كل الكلام اللي قاله لك من في السابق كان يعني راح في مهب الريح. وكمان يعني زي ما قرأته دلوقتي خروج فراق لها، يعني انفرق، يعني حصل فيه انفصال ما بينكم. زال سلطانه او نقص نقض نفذ عفوا عمره، يعني العلاقة ما بينكم اصبحت في النهاية. البعض منكم ربما انت مطلقة أو في صدد الطلاق دلوقتي. وغالبا الناس اللي ظلموكم هنا الزوج والطرف الثالث هم الناس يتصفون بالنفاق والتستر والتستر، يعني ناس مش كويسين. أهي النفاق والتستر. هيحصل ما بينهم كلام وخصومة، وفي حاجة من الرزق ستمسها النار. يا إما بيتهم هيتحرق، يا إما هيتحرق البيت وهم فيه، يا إما هتتحرق السيارة وهم فيها.
وغالبا يعني البعض منكم عمل له سحر في عجين، يا إما عجين خبز يعني اللي بنأكل به، يا إما عجين حلوى، حاجة زي كده جاتو يعني. وغالبا أخذت حاجة من يعني من ملابسكم لونها أخضر أو أبيض. وغالبا البعض منكم هنا نشير، شوفوا كده بالدراهم المكسرة، يعني البعض منكم غالبا يا إما أعطي له يعني مش شرط نقد، يعني فلوس نقدية، يعني ورق فلوس بتاع ورقة نقدية للفلوس، يا إما هي يعني ممزقة وحاطين فوقها مش عارف احنا بنقولوا سكوتش، يعني حاجة لاصقة كده تلصق الطرفين، يا إما يعني لما أنتم اديتوا لهم الفلوس دي قطعوها يعني يعني الورقة النقدية دي قطعوها لنصفين وعملوا بيها السحر عشان تفقروا وتخسروا كل حاجة في حياتكم وما يدخلكمش الرزق في حياتكم للأسف. والإنسان ده يتصف بسوء الخلق، بسوء الخلق عفوا. وهي كمان إن أغاني بشرف وليس لهم هم، لأن النار أصل عملهم. وناس نمامة، الناس دول يعني يتصفون بالنميمة والكلام يعني في ظهركم بمساوئ وحاجات أنتم ما عندكمش يعني الحاجات دي. منوشة منوشة وشنو ها فوتي، اعتذر دقيقة من فضلكم، انا عاوزة اقول لكم صباح الخير الناس اللي سألوا عليها، انا مش عاوزة واحد، معلش اعتذر عن الانقطاع ده. فزي ما قلت لكم يعني أصل اللي أصل نار، اللي أصله ناري، يا إما برج ناري، يا إما يعني فعله فعل الشيطان، يعني الشيطان ولد من النار، فخلق من النار عفوا. فالإنسان ده يعني يا إما برج ناري، يا إما أعماله شيطانية. وغالبا البعض منكم يعني أصيب بنوع من التنمر، بنوع من التنمر التنمر وكمان يعني الكلام في عرض في شرفكم، وتمادى يعني التنمر ده والكلام الوحش في عرضكم وكل حاجة، إلى أنه يعني أنتم عملتم سحر وحاجات زي كده، اتهمتم بالحاجات زي كده. وهنا يعني حرف الفاء، هنا حرف الفاء في اسم عمر، خالد، خديجة، حتى الست دي الطرف الثالث هي محرمة عليه، اهو نفاق وتحريم، حتى الأكل اللي بتأكله من إيديه أو من جراء العمل بتاعه هو الخبز نفاق وتحريم. وسيصاب الرجل ده بالفقر إن شاء الله.
فإنه سيمرض وحيدا ويموت وحيدا، هما الاثنين هيحصل معاهم انفصال، حيصاب كل واحد منهم بالمرض، يعني هيمرضوا وحيدين، مفيش حد هيقف معاهم، يتوفون وهم وحيدين في البيت وحدهم، كل واحد على حدة، يعني زي الجيفة يعني، والعياذ بالله. يعني أول حاجة هيحسوها من المرض حمى شديدة، والبعض منكم يعني الطرف الثالث ده يا إما طرف من عيلتك يا إما صديقتك القريبة سرقت منك زوجك، يعني مش سرقت واتفاهموا عليك الاثنين. في اسم صلاح وصلاح الدين، صفوان، ملاك، وما بينكم خاصة الامرأة الجميلة البيضاء ستنال ضعفا أضعاف ما فقدته. عفوا. في اسم صفوان، مش عارفة إذا كنت قلته ولا لأ. وغالبا الإنسان ده أو الزوج ده من الناس البخلاء جدا، لوجود هنا عفوا، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. أهي في أعالي النخل، في أعالي النخل. عفوا، غالبا السحر اللي تكلمنا عليه سابقا، البعض منكم السحر بتاعه معلق في أعالي النخل. أهي أعالي النخل، غالبا البعض منكم يعني الزوج ده او الزوج او الطرف الثالث ده يعني بيشتغلوا في الممنوعات، او سيتحكم هيتقبض عليهم وعندهم الممنوعات، بيشتغلوا في الممنوعات. اهي الممنوعات، النار، كلمة النار تتكرر عدة مرات. شوفوا كده الطرف الثالث، امرأة مريضة، مريضة هلكت، وإن كانت ضعيفة الدين فسدت. يعني الطرف الثالث ده هتمرض زي ما قلت لكم، ويعني هيتصاب، يعني هي والزوج زي ما قلت لكم كلمة النار تتكرر عدة مرات في الاستخارة دي، فإما هيحصل انفجار عندهم في البيت، إنينة بوتاجاز، أو حادثة عربية، حاجة زي كده. هيمر عليهم وقت طويل على بال يعني ما يتوفون، هيحسوا بالألم الفظيعة بتاعت الحروق اللي اتحرقوا منها هما الاثنين، وعاجلا. شوفوا كده كلمة عاجلا، يعني عن قريب جدا إن شاء الله. وآخر آخر جملة هنا ليكم، عشان في كلمة اسم صلاح وصلاح الدين، عشان تشوفوا ان ربنا بالاستخارة دي هيدي لكم حقكم. شوفوا هنا، شوفوا التعبير المجازي ده،
عدل الملك وإنصافه للرعية. عدل الملك وإنصافه للرعية. إلى هنا وصلنا للاستخارة الأولى. أرجو أن الاستخارة دي يعني نورتكم شوية وطمنت قلبكم شوية، ونمر دلوقتي لأصحاب يعني الاختيار الثاني. أصحاب الاختيار الثاني اللي أول حرف من اسمكم بالأحرف دي، أو اللي اختاروا الحجر العسلي ده اللي على هيئة قمر أو هلال. هنخلط الكروت ونشوف إيه هي الطاقة العامة الحالية بتاعتكم. سبحان الله، نفس تقريبا الطاقة العامة بتاعت الاختيار الأول. شوفوا كده، نحط الكروت زي كده. بعد نهاية علاقة حب ما بين اثنين، يا إما كنتم مطلقين يا إما أنتم متجوزين بس في علاقة باردة، بعد كتمان كل يعني الاحتمال ده اللي في قلبكم، كل الغضب ده والحزن والجراح وكل اللي تحملتوه في السنين دي اللي فاتت مع الإنسان ده، فأمنيتكم إن شاء الله جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. هتتحقق أمنيتكم في حدوث الكارما دي، وخاصة يعني شوفوا كده مع الطرف الثالث اللي جاء ضدكم أنتم. وغالبا الطرف الثالث هنا يعني إما الوالدة يا إما الزوجة يا إما حبيبة. هنشوف دلوقتي الطاقة العامة بتاعتكم وبتاعت الزوج والطرف الثالث. هنشوف كده الأوراق اللي سقطت. بعد موت علاقة، بعد وجود طاقات سلبية، إما سحر أو حاجة كده، سحر أسود مرجح إليه 90% سحر أسود، فرق ما بين اثنين، ستتضح لكم الأمور عن قريب إن شاء الله بعد ما كانت مبهمة إن شاء الله. نخلط الكروت مرة تانية. الصورة بتاعتكم، صورة الطرف الثاني وصورة الطرف الثالث. انتم الطرف الاول هنا في القراءة، يعني انتم المشاهدين الطرف الاول. هنشوف انتم الطرف الاول، الطرف الثاني اللي هو الزوج بتاعك، والطرف الثالث اللي هو بالنسبة لك الطرف الثالث. شوفوا هنا الطاقات، استنى الكروت واضحة قدامكم، هنحطها معتدلة قدامكم عشان تفهموا الكلام اللي هقوله. غالبا البعض منكم اتجوز عليكي عشان الخلفة، اتجوز عليكي الزوج عشان الخلفة، فهو يعني مش لاقي حد يورثه أو يورث أمواله أو يحمل اسمه، فعشان كده أخذ يعني اتجوز معاكي مع إنسانة متزوجة ومطلقة أو أرملة، أو في حد ذاتها هي يعني عندها حكاية غرامية في السابق، وأمنيتها إنها يعني تكون متجوزة مع الإنسان ده أو تتجوز مع الإنسان ده. أنت في حد ذاتك يعني عاوزة تلقي الحل، إنسان يساعدك على إنك تلمي شمل أسرتك مع الزوج ده رغم كل اللي عمله لك، سواء مع والدته أو الطرف الثالث اللي خدعك معاه. بس غالبا هنا 80% منكم الإنسان ده الزوج ده يعني خدعك وتجوز عليكي